هذه أول مدينة ملاهٍ يتم افتتاحها بالعاصمة الأفغانية كابول، والتي طالما عانى سكانها البالغ عددهم 5 ملايين نسمة من ويلات الهجمات والتفجيرات الانتحارية والتي أودت بحياة آلاف المدنيين. وقال الباز قاسمي مالك المدينة إنه قام بإنشائها من أجل رسم البسمة على وجوه أطفال كابول وسكانها، مشيرا إلى أنه من حقهم الاستمتاع بممارسة الألعاب المختلفة بها بعد معاناتهم الطويلة. واستمتع الأطفال برسم ملامح الحيوانات على وجوههم، والذي قامت به الرسامة لطيفة جان التي قالت إنها أرادت أن تضرب بذلك مثالا يحتذى لسيدات وفتيات كابول. لقد سئمنا الهجمات والتفجيرات الانتحارية التي تشهدها بلادنا. نريد السلام، نريد أفغانستان مستقرة ومتطورة، نريد أن نرى أفغانستان تتقدم إلى الأمام مثل دول العالم الأخرى. لذا افتتحت هذا المكان هنا كي أشجع السيدات الأخريات على العمل خارج منازلهن إذا أردنا ذلك. وكثفت حركة طالبان من هجماتها مرة أخرى في جميع أنحاء أفغانستان بالإضافة إلى كابول، مستغلة فرصة إنهاء قوات التحالف الأجنبية لمهامها القتالية، فيما تبذل الحكومة الأفغانية جهودا مضنية للسيطرة على الأوضاع الأمنية المتدهورة. خالد حسين، رويترز.